ابو عبد الرزاق. هلا ابو عبد الله. اقول ايش رايك نغير قعدتنا هني، ترى ملينا. ايش بالعكس، شيشتنا وتشاينا وجابر موجود، ايش حقك؟ انت سويت كذي يعني كذا مفطح قدامنا. اي يعني هذه الاغراض اللي نحتاجها. لا انا اقصد نروح مثلا مجمع، نقعد كذي بكافيه حلو، انا وانت نبطل الايردروب، الغاز الموجودين. شباب احنا فرافيش. الايردروب ليش تغازل بالايردروب؟ تبطل تشوف الاكونتات اللي حوالينك. وانتوا ما تتطورون الا بالمغازل. ليش؟ على مر التاريخ انتم مغازلكم كل ما له يتطور. شلون بالله؟ من قبل حمامه اسمها حمامه سلام، خليتوا توصل رسائلكم. اي صح. رساله بخط اليد، حروب تقوم والسب هذا، انتم ما تتطورون الا بهذا. اي يا اخوي طالع الاكونتات اللي حوالينك، تلقى مثلا تحط النانا اللي قاعد بالنص ترى. اي تكتب الايردروب. اي لا لا تطورون، تستغلون كل شيء. كلينكس بمطعم، تقعد تكتب رقمك على كلينكس ودي القرصوني وصله. ليش كلينكس عشان تتنظف تمسح؟ اي احنا قاعد يعني تطور مع مجرات الحياه. لا لا بطل الايردروب، شرط بطل الايردروب. تبطل الايردروب وتشوف لك انت تلقى مثلا حوالينك لولو وسويت. اي سويت لولو. اي اي صح. الدش تقولها انا اللي بالزاويه يوعانه. انت تقول لها؟ اي لا يب، هذا التواصل الاجتماعي سووه عشان الناس تتواصل. واحد بعيد عنك توصل له، معارف قديمة توصل لك، مو عشان تطورونها حق المغازل. خلك هني، انت الظاهر تبي تقعد هني. ايوه بقعد هني. خلك.